لواء الصعاليك، بهذا المسمى يبرز أحد أهم الألوية التي تقاتل في جبهة المدينة في تعز، والذي يضم الكثير من شباب المدينة مجندين ومدنيين من طلبة الجامعة. تتنوع تخصصاتهم العلمية ما بين الطب والهندسة والمحاسبة والعلوم الأخرى. معظم شباب اللواء من الطلبة والعسكريين والمدنيين والصيدليين والدكاترة والمثقفين، لا ننتمي إلى أي جهة، وإنما انتماءنا إلى مدينة تعز. إبان اندلاع ثورات الربيع العربي التي بدأت في بلادنا من هذه المدينة تحديدا، شهدت تأسيس هذا اللواء حيث أسند إلى شبابه العديد من المهام الصعبة حينها، وهي الفترة التي رافقت أيضا إطلاق هذا الاسم عليه. تأسس لواء الصعاليك في ثورة 2011 بعد محرقة الساحة. معركة استعادة جبل الإخوة والتصدي لتوغل الميليشيا في منطقة الشق، والمشاركة في تحرير اللواء 35 مدرع، ومحاولة فك الحصار عن المدينة، كلها معارك كان لهذا اللواء الدور الأبرز فيها. استعادة وتحرير موقع الإخوة، والتي سقط واستعدناه خلال ساعتين فقط من سقوطه، وكان بقيادة نبيل الأديمي، كان متواجدا أنذاك. كذلك تثبيت موقع الشقب ودحر الميليشيات منه بقيادة البطل أخي الحسين بن علي. يبقى إسناد بعض المواقع الحيوية والجبال الاستراتيجية وحراستها من قبل أفراد هذا اللواء هي واحدة من مهامهم اليوم، حيث يرابطون على قممها بلا كلل أو ملل. كهذا الجبل الذي يحرسه بعض من لواء الصعاليك، تبدو المدينة واقفة في وجه هجمات الميليشيا وصامدة رغم كل الظروف المحيطة بها وتجاهل الكثير من المعنيين بإنقاذها من رحى الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.